السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتكم قناة جهاز عروستنا باي سمية. رجعت لكم بنوفل فيديو. يلي راكي حابة تكري وما عندكش باش تبداي، ولا راكي حابة ترحلي وراح تبداي من الزيرو، ما عندك حتى مغرف وما عندك حتى حاجة باش ديري التاويل لكوزينتك، نقولكم اروحوا معايا نوريكم كيفاش انا بديت من الزيرو وكيفاش بديت نعمر في الكوزينة تاعي وانا ما عندي حتى مغرف. كيفاش درت وواش هم الاساسيات اللي شريت وكيفاش شريت، تابعوا معايا الفيديو الاخر راح نحكي لكم على كلش. اول حاجه بديت بها كيما راكم تشوفوا هذا السيري تاع الماعن اللي فيه مقله وطاجين صغير وقصرونه صغيره، شريتهم من نفس النوع هكا باش يجوني شابين في الكوزينه وما نبقاش نخلط في الالوان كل مره نشري نوع. هذه هي شريتهم في على شكل تيفال. هذا الطاجين كنت خلصته 210، شوية غالي لكن نسيه ونردكم إذا صح يستاهل هذا السعر أو لا، يعني هذه النوعية إذا كاليتي مليحة ولا لا لا. وهذه المقلة تاني شريتها 260، والكاسرونة شريتها 140. تاني حاجة أساسية اللي لازم تبدأي بها هي الكيكوطة، يعني ما نقدروش نديرو كوزينة بلا ما تكون عندنا كيكوطة. هاد الكيكوطة جاتني هدية من عند مرت خويا ربي يحفظها، كانت خلصتها لي 280، يعني هذا واش لقات في السوق، يعني أحسن، يعني هذا هو السعر اللي لقاته. اسمها السلطانة، مانيش عارفة إذا هي كاليتي مليحة ولا لا ولا لا، إن شاء الله نجربها ونقولكم عليها. وثالث حاجة هي الترمو تاع القهوة هكا باش يعني تلقاي فاش طيبي القهوة تاعك، وماذا بكم تشرو حاجة كبيرة خاصة إذا كنتي راح تبداي، راح تقولي أنا غير وحدة صغيرة تكفيني، لكن لا، من أحسن تشري وحدة كبيرة حاجة تاع دوام. رابع حاجة هي القدرة والكسكاس، شريت حاجة على قدي، ما بغيتش نشري حاجة كبيرة وغالية اللي تكلفني. شريت هذا النوع تاع الألمنيوم، جو بونس فيها 6 تاع لتر، 6 لتر، خلصتها ب80,000. فوالا هذه هي، سموها اواني البركة، ومانيش عارفة ايضا الكاليتي تاعها كيفاش حتى نجربها. وخامس حاجه هي لازم لك المغارف، شريت سيري تاع مغارف ثاني من نفس النوع، 6 مغارف صغار و6 مغارف كبار و6 فراشات. هادو مانيش عارفه السعر تاعهم باسكو مرت خويا هي اللي كانت شرات لي ربي يحفظها. وايضا لازم لك اطباسه، اطباسه كنت حابه نشري سيرفيس كامل لكن لا غالب، يعني ما كفاونيش كامل الدراهم، الوغ شريت يعني من هذا النوع في النوع الابيض هكا باش كل مره نخطف طبسي خطأ نخطف غرفيه باش نكمل السيرفيس تاعي. خلصتهم 12,000 للحبه، ومن الاحسن تاني ديروا حاجه بيضاء اللي تولم لكم مع كل شيء. فوالا. وايضا شريت هادو البقالات باش نحط فيهم السكر والقهوه وبزاف اشياء. هذا السيري فيه ربع بقالات وقرعه تاع ماء ولا تاع حليب. فوالا، جايين كيوت وعجبوني، خاصه انه حبيت ندير الكوزينه تاعي في اللون الابيض والوردي هكا. قبل ما تشرو لازم تحطوا كيفاش راح ديروا الكوزينة تاعكم باش تشرو لون واحد وتبازوا عليه، احسن ملي تشرو غير واش جا في طريقكم وخلاص، هكا يكثروا الالوان في الكوزينة والكوزينة تاعكم ما توليش شابة. خلصتهم 75,000. وتاني حاجة اساسية، يعني بعد ما كملنا الماعن تقال كيما الكيكوطة والمقلة والقدرة، هذا الترمو كنت خلصته 120 كيما راكم
تشوفوا دوماج ما فيش وحده صغيره او وحده كبيره، جايين في زوج كبار. شريت غير وحده بدلا ما نشد بها يدي، وهذا اهل البريق نورمالمون تاع القهوه. انا كنت وصيت مرت خويا على براد، لكن هي ما عرفتش كيفاش هو البراد، جابت لي هذا البريق ومانيش عارفه السعر تاعو، لكن راني مسترفعه به وراني نحط فيه الحليب. وتاني من الاساسيات سله تاع خبز جايه في هذا الشكل. فوالا سعرها 35. هادو الاواني كامل شريتهم من عند الحاج عمار. وايضا شريت هادو لي غامكا اللي راهم دايرين بيهم حاله، نستعملوهم بزاف خاصه راهو جاي رمضان. تحطي فيهم بايزون كونفيتور ولا دهان ولا طيبي بيهم في الفور، يعني راكم تعرفوا الاستعمالات تاعهم. وسعرهم تاني بزاف شباب 20 ميل. وهادو البقالات اللي داولي عقلي صراحة تاني، اللون تاعهم بزاف شباب وراهم متواجدين بزاف في السوق بعدة ألوان، جايين ازداج ينتباعوا 3 بـ20 ميل. أنا شريتهم حاليا باش ندير فيهم ليزيبيس، وهما أيضا متعددي الاستعمال. والكيسان تاع الماء حبيتهم بهذا الشكل يكونوا ترانسبارون هكا باش يعني يوالمو لي الضياف ويوالمو لي ايضا الكوزينه. ما بغيتش نشري من هذوك تاع 20 ميل اللي كل مره يتكسروا، كل مره يعني يتبدلي لهم يتبدلوا كيما نقولوا. خلصتهم 40 ميل. وهذا السيرفيس تاع القهوه حبيب قلبي كيما يقولوا، ما كنتش شريته صراحه انه دراهم ما كفاونيش، كنت جبته من عند الوالدة تاعي ربي يحفظها، يعني كان محطوط قلت لها سلفيه لي نشد به يدي بيد لا ما ربي فرج عليا وشريت واحد. وهذاك البلا ولا سني ولا راهي من تحتها هذه شريتها، كنت خلصتها 110. صراحة جاو بزاف شابين وجاو أسوختي. وهذا البلندر هذا تاني جاني كادو من عند الأب تاعي والأم ربي يحفظهم إن شاء الله. جاني كادو من عندهم صراحة بزاف نفعني، فيه زوج في واحد فوالا وين ما ترحي فيه ولي ترحي فيه العصائر، بزاف شباب وبزاف سوليد. نجربه ونعطيكم مرايب فيه. وهذا البلاط تاع الزداج وهذا الكيسان كنت جبتهم من دارنا صراحة، خونتهم من الدار. هادو كنت كي كنت أنا عزبة في دارنا كنت نبغي نشري الأواني تاع الدار أيا، وكنت شريتهم والأم تاعي ما كانش استعملتهم. وهذوك الكيسان كنت شريت برك زوج وما كملتش السيري يعني، وكتبوا لي الحمد لله كتبوا لي ليا انا نديهم ونشرب فيهم انا والزوجه تاعي، صراحه بزاف شابين وبزاف بريزونطابل. وهذا الكيسان تاع لاتاي اللي كانوا هايمين. فوالا هذو هما الاساسيات على المشتريات على الكوزينه اللي بديت يعني من ما كان عندي والو. هادو استقاموا لي 1,300,000. من جاتني هذيك 1,300,000 كنت بعت المنقوش تاعي تاع ذهب
يقول لك الحدايد في الشدايد. هذه هي لقيتهم وبديت نعمر يعني كوزينتي. فوالا هذه هي يعني صراحة ماشي خسارة أنك تبداي من الصفر، وبزاف ناس بداو من الصفر، وربي راح يسخر لك عباد راح صح يعاونوك، وصح راح ربي يرزقك يعني برزق انتيا ما تكونيش متوقعته، برك انك تنوي النية وديري ثقة في ربي، لانه بزاف ناس عاونوني والحمد لله. كاين اللي جاب لي ماشينة لافي جديدة، كاين اللي جاب لي يعني فورنو جديد، كاين اللي عاوني باش نشري كوشة، والحمد لله يا ربي. فقط خلوا ثقتكم بربي، وان شاء الله قرعوا لي في فيديو جديد ان شاء الله، والمزيد من كيفاش يعني كرينا، وكيفاش يعني نجهز في داري. نقولكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك والاشتراك في القناة ثم تفعيل الجرس، والى الملتقى ان شاء الله.